تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة صوتية لأحد الأشخاص السوريين العالقين تحت الأنقاض في ملاطية التركية بفعل الزلزال. ادعي لي خيو وسامحني اذا غلطت شلون معك. وضعك انت بقى؟ يعني في شيء فوقك، في شيء كذا ولا لا انا متسطح، ما في قعدتي ما مريحة، بس ايدي صايرة فوق ثاري وفوقي احجار وكثير انتفخت وكثير عم توجعني وعضلت. وساري طيب عم تحكي ساري ما بقول لك من اول 5 دقائق والله شباب دم من تمه وخشمه وتوب جبت ضربة قوية يا قلبي يا قلبي يا قلبي، ما شفت جوابك يا رب. ناغي يا عبد العزيز شو بدي اسوي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، طول بالك اصبر، الله يقويك، شو بدي اقول لك؟ لا اله الا الله، بس والله الصبر يا رب الصبر، بس والله عم توجع كثير. ما تحرك ايدك، لا تحرك ايدك انت، عيب. ما عم بقدر احرك، حاولت اسحب كثير كثير كثير، حاولت اسحب ما قدرت، بس كثير عم توجعني منفوخة. ايدك الثاني طيب، حاولت تتحرك، حاولت تتحرك شيء من فوقك، بعد شيء فوقك؟ والله كسرت الخفاني فوقيته وما قدرت اسحبه كثير. يا الله يا اخي يا عم عبد العزيز خيو، اذا استشهدنا وتوفينا سامعنا خيو، اذا اغلى الطبيب معك بشيء. صلي على النبي، هلا صلي على النبي، انت شو عم تحكي؟ صاري سامع وصاري سامع وصار بديار الحق. لا اله الا الله، يا خيو ما في صوت فوقك، ما في كذا، والله في ثقب، بس ما قلت صار هيك بكلمه ثانيه وخبص علي كثير ثاني قلت ساكته. صلي الله، ان شاء الله الله يصبرك، الله يصبرنا جميعا. اتصل بعبده لشوف بركه. يلا ماشي ماشي، سلام.